عليكم خوت، اليوم من سوق 16. واش نقول لكم اخويا، السوق كان خاوي من رحبه الخيل، والمليح حتى المليح ما كانش بزاف، المليح قليل. وانا نخليكم مع هاد العويده هادي زوينه تبارك الله، عاوده واخا كبيره شويه في العمر واني زوينه عاوده مليحه. واني اليوم كاين واحد الحاجه سبيسيال اليوم غادي نديروها ان شاء الله، غندير لكم فيديو كيفاش البقر كيتهز في الدوزيام ايطاج. انا دابا غادي نوريكم شنو هو الدوزيام ايطاج في الكاميو، ونوريكم الفيديو كيفاش. غير هو راه غادي نحيد الصوت وندير الموسيقى، حيت الفيديو فيه شويه تختار الهضره، من الاحسن ايفيتي هو داك الشيء. ها هو بحال دابا هذا الكاميو هذاك اللي كتشوفوا كاين لتحت، ها هو هنايا كيف كتشوفوا تما راه لتحت كيتشارجا البقر، راهو بان لك البقر مشارجي، والفوق في كاينين الحواله تما كيدار البقر عاوتاني. انا غندير لكم فيديو ان شاء الله وغادي تشوفوا ان شاء الله، غادي تشوفوا الفيديو كيفاش كيتشارجا البقر. وما تنساوش الخوت ديما كملوا الفيديو حتى الاخر، حيت كاينين شي حويجات زوينين خاص بنادم يكمل الفيديو حتى الاخر. وحاجه اخرى، طويجين راه جا اليوم وحيح، قال لك ما فيها لا كورونا لا والو سيدي، قال لك انا حاضر. يالله ابوني ديما، اللي ما دايرش ابوني دير ابوني وبارطاجيو لا فيديو مع الدراري صحابكم. يلا الله يسخر. مش عطاوك؟ الله يداوي الحال. امين. الله يداوي الحال. سي عادل ولد عمي الحريزي الاصيلي، الله يحفظك. من الاحرار ولد مولاي عمر، هذا مولاي الصلاه لك حل. هذا راه ما فيش الخشونه ولا الرموز، العز الرجوله ديال بصح ديال ولاد حريز. الله يخلي يداوي الحال. امين. الله يرحم فينا. أمين. والله رزقنا الماء من عنده، والله يبعد علينا هذا المرض. امين. هذا المرض بغينا يمشي للناس اللي خايبين،
اللي ما كيحبوش الله يعطينا اتساع، والناس اللي كيخلوضوا مع الناس الله يعطيهم هذا المرض. دراوش ما بغينا لهم لا مرض لا والو. واحد الدري سميتو حمزه راه سلم عليك قال لي راك مقلد لما بلغتيش لي سلام علي انا. اييه حمزه مين؟ والله ما عرفت الاقليم ديالو. واقول با حمزه تبارك الله عليك، ساعة سعيدة والله يربحك ملي كتسول علينا. وتحية للمغاربة فين ما كانوا. الله يحفظك أبو عادل. وتحية البيضاوة. تحية لهشام ودرحان. ساحيلي هشام. خويا كبور. ساحيلي هشام. ونقاب سلطان الكحل. وقال لي أنا خزانة أنا عاود بقى، عاد هربوا ولا هربوا. تبارك الله على ابو حمزه. واش عاطينك اخويا؟ 42 اخويا. والسن؟ 44. اربع عطينا 42 وانا ما عندوش الوراق ياك؟ رباهم وبوراقهم. انت ما كنتيش مسالم. الله يحفظك خويا. المتابعين ديالك الله يحفظك. الله يكبر عنا. تحيه للناس في بن صالح. الله يحفظك واشرف. الله يحفظك. هو اذا بغى ياخذ معنا العود راه عطانا ثلاثه ونصحنا بنا اللي يعطي زيدنا شويه. اشرف بخير. الله يحفظك خويا. الله يكبر. الله يحفظك. لا واه لا واه انا واه لا واه ويلا انا ويد غدر قولها قولها. هذه كذبه باينه خويا اشرف. عطانا ثلاثة ونص قلنا له هاي 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 هادي كذبة باينة. استاقيتك اشرف اقصائية 2017 اشتا جات عبد الرحيم اشتي وجات خويا اشرف قلتي انت واش بحال هذا تشد في كورونا. الله يحفظك الله يلاه بخير. هذه الماركة اللي كانت تاكل الحداش. ها والله جبتي سير شطاوك شطاوك فيه معقول. أبنادم يا صاحبي من اللي عرف هذا المر ديال 140000. شفت البارح من طاح الدو ولا الراجل عيط طاح حدا واحد يقول لي سير بعد من الدقشي. واش عطاو كبالوما؟ الله يحفظك. مدينة واش هادي؟ صورتيني ولا كلشي؟ كلشي كاين. صورني هادي على عاوتاني. وزيد يلا. تحية للناس مدينة. تحية خويا العاود راك مشرفنا. الله يحفظك. تبارك الله العاود العاود. الله يحفظك. واش عطاوكم 80000 4000 درهم 50000 وكيفاش القاطع قلتي لنا واش كاين القاطع كيدير اخبار بالجعد نتوما عندكم طاكه تما ها عطيت تحيه للناس ديال الخارج لا هو زورو دوي معنا بالجهه حتى ما كتزيزنتش شكوك اخويا رانا دارني جوع ضحي ولا فاطر. عطيت تحيه تحيه لصحاب الطاليان ما تخافوش اخوتي راه دوك ان شاء الله كلشي يتفك كلشي يتقال امور دوك الزينه حتى زيد قدام وناس فرنسا ناس فرنسا حتى السيمانه الجايه هذا واش عطيهم التحيه تحيه دورين على الولد المو والباترون اش عطاوك؟ عطاوني 70 اخويا 10000 3500 درهم السوق طايح اليوم بزاف اخويا واش غديه؟ السوق طايح راه في كاع الدومينات غير الدقيق والزيت والسنيده اللي تباعت اخويا شدت فيه كورونا شحيني يا اخويا لا 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 هذاك هذاك ما دار والو هذا يلاه بدات تشد لا والو ما تشدش فيه هذا كتشد هي في الغلاط عتيبي اخو داكشي ديال الحمراس يبيع الرباعيين اخويا غير دار الثمن اخويا والله يدير الشاول حمود الله يكبر بك وقال يا كورونا قام تجي الخريف كاع فيها فيها طاقة ديال الفالومة الخير قلت والخير بدا تقل والبشر قل غيكون خير واش عطاوك فهاد الجدع اصاحبي؟
الله. عندك عندك العود وراك عندك عندك وراك الفردة واش دام اصل تبارك الله الله يصلح. اش عطاوكم في العود ده؟ 2500 درهم. اخويا ندهم انا ملي تبغيو تشارجيو عيطوا لي نجي ندير لكم فيه صافي والله. الشو لا لا كاين المليح الله يصلح. واش عطاوكم اخويا؟ اش عطاونا 50000 اسمح لي 50000 ايوا السوق ما داير والو. السوق ما داير والو الله يرحم فينا ولعل خير ما تعرف ربي هادشي اللي ما هبط شرا فيها خير. خويا الله جبتي فيه عندك عندك قول بالي قول بالي والله يسهل. شو من اقليم نتوما؟ كي دايره الحركات نتوما؟ الله ينزل البركه امين. ديما نقول الله ينزل البركه والله يسهل. وي شوفوا الوالد كي عيط ما عرفت شنو هو. ما تجيش باش تحفر. انا 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 كي داير هاد الوجهي؟ تاش قلتي الراجل؟ السلام عليكم. ساعات شطورك؟ ابعد لي عاود. بحال هادشي لي. بعثوا لي بجوج ملايين. ويلي ويلي راه عندو العيب من هنا يا اخي. قال لي عندو العيب. ارجو دار شيري دغوا معايا باي تربي حمد اللي عطاك شيري الله يغرق البوشقه الله يعطيك التوية العادية التوية اللي عطاك شيري وانت اللي دان عندك فهم الله يعطيها ليش دغوا معنا واش تقويش الله يرحمك والله لا اصحاب طويجي سلم على الناس راك يسلموا لك قول لهم السلام عليكم سلم سلم على الناس مادام شي الله يحفظكم ولاد حرام قول لهم الله يحفظكم من المرض والله يعطيكم الشفاء قول الله يحفظكم من الكورونا الله يحفظكم من الكورونا شنو هي؟ من الكورونا شنو هي شنو هي من الكورونا كورونا كورونا ها راه رقم على زيد واحد انا مجود على زيد واحد الله يحفظك باش تكون ان شاء الله يحفظك عاد الجامع الله يرحم الوالدين الله يرحم الله يرحم اودي ما تشدي والو راه 1000 ما نشدو ولا ما تديريش واخا ما تاش تقعد تحلف عليا بحال ما ويضربو كان عدو هادو عدو الطقطه وشوف اش دابا 100000 تصيفط لك الله صيفط الوفا كاش وفا كاش هاديك كاين الله واحد قال مولا راه واحد ما بقى ما يفرح هاكا تشوف المشاكل اللي كاين الله يحفظك امن الله يكبرك انا قلب الله تعالى الله يجيب على التيسير العيب غنبيعو لك حنا العيب تحيه لطويجي اجيه اشرف هاك اللي معك على العيب باش يعطينا كونشير برا هاك اشرف دابا عاد غندوز معاه الفيلم مالك اخويا بلاتي نشم يا اعوذ بالله مالك سكران شو ماش حبان وهاك سكران هاي فاقد العيب وانت سكران عاود عمي الله يحفظك سولت عليك الغاليه كورونا 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 عندك تسلم على شي واحد راه في كورونا البارح حكيت تسلم على تا واحد تقول لهم على واحد ايوا البارح حكيت سكران انا دريس ها دعم معاه دعم معاه دعم معاه
درهم 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 ما درهم ما درهم مبارك عليه هو درهم قيمة مانطة قيمة مانطة 10 مانطة على العارة درهم درهم مانطة انا غنعطيها لك يا والله ما نتقلك والله اش قلت لك قول لي على العارة انا نزوقك في الميضة درهم درهم والله يجعلك سيدي باش تشوفها دير شي فات على المغرب المغرب دير شي فات حتى ركبوها لي الله يشافيك الله يشافي المرض والله يشافي وسند والله يحد الباس من هذا المرض امين يمشي لولاد الحرام يمشي لولاد الحرام بما كي كي وهذا المرض اسمه اسمه هذا المرض مرض ديال كماما انا شكوش على العرب عطيه درهم عطيه درهم درهم ما درهم ما درهم ما درهم والله نجيتها علاش اش كاين شرع على العرب عطيه جوج درهم بغيت نمشي ما لقاك شارب لا لا ما سكراش شارب لا سكره لا شارب عطيه جوج درهم عطيه جوج درهم بقاش سكره كان شعبان جوج درهم بركة ها هي ودع معايا باش ناكلها اه بغيتك تاكلها بالخلع وانت تبغي لك العاديات يعطيني يلا واخا دير واحد القضية واحد الفاتحة مال المسلمين الله يشافيهم لا الله يحد الباس عملك يا خويا راه عملك سرك يا سخوي راه ولدي نبي عليك نبي عليك اش فيه؟ لا لا ها اش فيه؟ كمان كمان انا كورونا قال لي كمان قول كورونا كورونا راه راه رقم انا تدوي مع الجداسة خصمو وباقي ما عطاوكش عطاونا مليون و 60 اخوات لا بالو ما دي من طامع داك الشيء اللي كاين واش عطاوك الحاج اش عطاوك بالوراق ديالو اش عطاوك فيه يا خويا دابا 180 180 بوراق وهاد الشيء راه ولا يخلع. كبير كبير البوراق ويا الله جبع يلا جبع اخويا. الله يصلح الله يجيب شي سي. هذا بالشوق. اييه. واش عطاوك اخويا في الصفر؟ السلام عليكم. الله. لا والو وباقي اخويا في 180 اولون فيه مالك ناضي في الركوب ناضي ناضي ياك السوق راه خاوي الخوت كيف كتشوفوا السلام عليكم خويا انت تعطوك في جدوه اخويا تبارك الله والله والله لا بلاصتو ما شفتش سير اخويا الدواب سلم قدي ماشي السوق عش السوق المقدم واش دا تبارك الله عندك راه دوال صفر ايوا تبارك الله الله يحجبه راه دا وعدو شي اصل عدو شي اصل كاين تيتر ياك كاين تيتر كاين البنات ايه والله حفظ في التلفازة راه ديما في التلفازة المقدم راه معروف العابدلي رضوان راه السي رضوان اه السي رضوان المقدم الله يحفظك ليا الناس من الدار البيضاء يعرفوه الناس من المحمدية من كل بلاد مقدم معروف العابدلي عندك اخويا نعاود شوية مقدم معروف اه مش معروف لا عمر هذا ومعروف بالرماد معروف بالرماد فاش بقى سليمان يا المرضي كي داير مولاي بخير الله يحفظك واش عاطينكم 80 والله يرحم فينا شمن يقليم تشوما شمن يقليم قليم سواره مشرفين اقول يا خويا الغاو لكم المواسم وقيله جاي من تلمس صباح خير سي اشرف اييه اييه وحد دراو سيد مختار ما كديرش سيد مختار لا تحيه الناس الشويرة اه ايوا باكين بس
هو اراب بار عاطينو 4000 درهم وريني ما عندوش الاوراق والو الاوراق والو عمي بخير اي مشرفين كي داير هاني بخير الله يكبر فيك قال لك عطينا اخويا 80000 نشوفوا معاه نشوفوا معاه دابا نطرح معاه ما يجي ما نشوف حتى واحد صافي السوق ما داير والو صحي السوق القضيه السروج بحال دابا هذا الزرق هذا هو البرقي ولدها مش عطاوكم فيه البرقي اخويا عطاونا 150 150000 البرقي 170 دابا هنا ولا 150 هذا بحال 7500 والبرقي هذا هذا عطاو 170 170 وهذا هذا 100000 5000 درهم هذا الدهم جدع مليح وهذا 5800 والله الا خويا المعاكي رباعيين يلا شوف ما كاين السوق كيف قلت لكم راه خاوي السوق خاوي سيدريس اليوم واخويا السوق ماشي خاوي دابا الناس كتسنى شي فراج ان شاء الله وغيكونوا المواسم ايوا اللي باع شي عاود دابا الناس المبليه راه ما تبيعش الخيل واخا يبقاو المواسم حتى العام الجاي والله وكنطلبوا من الله تعالى يعطينا شي فراج ديال الخير امين ويعطينا الله شي خبار زوينه اللي تعجب الناس في خواطرهم في هذا المشكل ديال هذا المصيبه الكحله ديال هذا المرض الله يحد الباس على الناس والله يجعل سيدي ربي حنا بغينا يكون برقي بشي عدو ولاد الحرام وتفرق امين امين جاهد الله وسيدنا محمد كنطلبوا الله وسيدنا محمد في هذا النار الله يبعد علينا هذه المصيبه الكحله والحمد لله هذه البلاد ديال المغرب ما يكون فيها الا الخير حامينا الله وسيدنا محمد الصالحين والوالدين الله حتى حاجه ما يكون الله يحفظك المقدم قدم عبد الله كي داير الناحيه عندكم هو اللي جابنا اي مشرفين اخويا معنا في الزينه والخايبه ورا هذوك هما الصحاب اي والله جبت يسال لاعب يا اخويا لاعب نق رقص ديرنا انا والشريف سير الله يعاون اللي بعتي حاره ولا بعتي شكون ثلاثه اربعه دور عندي سمك وكاع عليا الله يعاون حنو الله يصلح اخويا الله يصلح خش عطاوكم فيه واحد ديالنا دابا تعال واحد خايب انا نحكم لك انا وريتكم راه راه الله يرحم في الزرقاء صاحبي ماشي حنمشيو صيف هو شد شتاكو في البرقية عطاونا منيونة السلام عليكم ومرحبا راجل عندك ضيوف فطر الناس وزيدوا مرحبا بكم جيبوا موقفهم هنا ادي الضيافة الله فيهم اش داير السد؟ جيب جمهور عاود مليح السوق اللي ما داير والو السوق والو ميتين عاود مليح حتى الفاع الناضي ناضي ناضي كاينه كاينه وراك انت ما كتشوفش ما داكشي راه كاين عندك عندك هذا عطينا 120000 السوق خاوي بزاف واه واه سير سير لا عاود على عاود الاخر العود الاخر راه شوف يا اخويا
ما احنا تدير لنا السابع النظر. الله يسهل على مولا. اسمع بالي. عشر وين؟ برك الله لك عشرة في الله حب أهلا الحميم هاني هذا مول العود الزرق حجر الواد كيداير العميم هاني لاباس عليك بخير هو سيمانة راه دوكا على كيدير وكيدير في داكشي رفيع الله يسهل اللهم امين قلب هذا العود على بالصحة قلب على هذا العود في الورقة من شريك ديرها ماما عقود القنب وطلع يا بالوم اتركبت سير هود لتحت مال حل الجام وسير هود حل الجام هود مار ديال مولاه شحال سير وا بالوم خويا زين هاني لاباس عليك الله يكبر بك الله يحفظك الله المنصي مرحبا مشرف الوليد راه كنعرفو الله يكبر بك بلاتي مشي وبلاتي شد انت شد انت شد عاشد شد وباقي ما ربطتيش اركب اشرف اركب من ديك
حميد كيفاش السوق ديال البقري؟ السوق البقري الله يجعل البركه، البقره كيتفك مع هاد الفلوس باقا كتخرج من البقره باقا كيتفك. ايوا الحمد لله هادشي اللي بغيت. نطلبوا من الناس السلطات يتحركوا شويه. السلطات شويه يتحركوا وشويه الدوله تاهي شويه الدعم. الدعم اه. وشويه هادي. اسيرتو مالي الخير. مالي الخير راه ما ضاعوا. ولا خزانه لا عاود مرة. مول الحمار احسن من مول العوده. والله الا لا. مول الحمار احسن من مول العوده، مول الحمار يبيع وتخلص، مول العوده يبقى يخص. هادشي اللي كاين. السوق بكري ما كانش بحال هكا سي حامد ياك ادري. شوف اخويا السوق بكري كانوا الناس ديال السوق كانوا الله عمرها دار كلشي ماتوا. كانت نية. كان الوقت زينة وكانوا العناسات والنشاط. واليوم اخويا هذه واحد 13 عام ولا 14 عام ما بقيناش لنا شي هدية غادا ولا شي عرس في السطح. ما بقى والو. اللي قلتي لي تزوج يقطع كلام. تلاقاو في القاعة. ولا تلاقاو في القاعة. القاعة كتسول على موالها. تلاقاو في الروضة. ما تجيش عندي الدار. الله يصوب، الله يصوب ليك. مشى النشاط مع الناس الأولين. مشى أفراح داكشي النشاط مشى مع الناس الأولين. أكونوا سالينا الفيديو. مهم اللي عجباته شي حاجه يقولها لنا في التعليق، واللي ما عجباتوش اي حاجه يخليها في التعليق باش ان شاء الله الفيديو الجاي ما نبقاش نديروها. وفرجه ممتعه للجميع. يلا الله يعاونكم الدراري.